صفحة جديدة، موضوع جديد، برنامج نفسي نفسي. وظيفة المرأة هي خدمة النوع، ووظيفة الرجل هي خدمة المرأة والبنين. موضوع حلقتنا النهاردة عن العنف ضد المرأة، أو العنف الممارس ضد المرأة. والعنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية، وهو مش مرض نفسي على قد ما هو مرض اجتماعي يصيب الجسد الاجتماعي ككل، ومش ظاهرة اجتماعية أو مرض اجتماعي على قد ما هو كارثة عالمية منتشرة في كل دول العالم، ولكن هي أكثر انتشارا في بلادنا. ظاهرة الرجال الذين يضربون نساءهم، أو ظاهرة التحرش، أو العنف القائم على النوع الاجتماعي ككل. يعني التعريف البسيط للعنف ضد المرأة هو أي عنف بيمارس ضد النوع الاجتماعي، ضد المرأة بالذات. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف العنف ضد المرأة على أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القصر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الحياة الخاصة. بنستضيف في حلقتنا النهاردة الدكتور يحيى السيد، الباحث في العلوم الاجتماعية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. حضرتك دكتور، يعني ظاهرة العنف ضد المرأة من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشارا، مش بس في بلادنا، بس هي أكثر انتشارا في بلادنا، هي منتشرة في كل العالم كله. ليها أسباب نفسية واجتماعية، وهي أسباب معقدة. نعم. الحقيقة في البداية احنا عاوزين نتعرف على يعني أسبابها في مجتمعنا، ثم هننتقل بقى إلى الأسباب العامة. يعني نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. العنف ضد المرأة هو من المشاكل الخطيرة اللي موجودة في المجتمعات، وإحنا طبعا عندنا الموضوع متفشي شوية، أو في الشعوب العربية عموما موضوع العنف متفشي شوية. صحيح. لعدة أسباب. أول حاجة عندنا موضوع، يعني لو اتكلمنا على النسب يا دكتور كمان. نعم. يعني قبل ما نتكلم على الأسباب، لو اتكلمنا على النسب هنلاقي يعني كان في ناس دراسة بتقول إن يعني مرأة من كل 3 بيعانوا من أو اتضربوا من، دي حقيقة. صح؟ تلت. تلت المجتمع. تلت، وعلى مستوى العالم. يا يعني هو على مستوى العالم، بس في مفارقة غريبة جدا. إن بعض الدول الأوروبية وعلى رأسهم فرنسا، نسبة معاناة المرأة من الإهانة والضرب 95%. ودي طبعا حاجه غريبه جدا، نسبه كبيره جدا، ده اكتر من عندنا دكتور، اكتر من عندنا بكتير طبعا. 95%. ليه بقى؟ لو رجعنا للاسباب الحقيقيه، الشعوب الاوروبيه عندها عادات وتقاليد غير بتاعتنا. يعني ممكن بيشرب خمور، ممكن بيغيب عن الوعي، ممكن بيبقى فيه مفسده، واخد بال حضرتك؟ فبيبدا يكون في شيء او وضع غير طبيعي، فبيبدا يكون عنيف مع زوجته، واخد بال حضرتك؟ تمام. لكن احنا عندنا في المجتمع الشرقي او المجتمع المصري، العنف بيناتج عن اشياء كتيره جدا، اهمها موضوع منظومه التعليم عندنا والثقافه قليله. من اهم الاسباب موضوع التعليم. موضوع انا بعلم الطفل ايه في المدرسه. تمام. الطفل ده هو اللي هيبقى زوج في المستقبل. تمام. فانا بعلمه ايه؟ انا في عنف في المدرسه، في طلبه بتضرب بعضيها في المدرسه، العنف دي ظاهره تانية خالص. نعم. اللي احنا نايمين عنها صراحه، الحكومه نايمه عن ظاهره العنف الممارس داخل المدارس والاطفال اللي بيضربوا بعض. نعم. واحنا من اكثر الدول انتشارا فيها، يعني فيها الظاهره دي. هو في بلاد عربيه يعني عملت ابحاث ودراسات عليها وبداوا يعالجوها، بس احنا لسه ساكتين عنها. احنا ساكتين عنها، فتفشت العمليه قوي. بقى لها سنين طويله، فبدات الاطفال تبقى تاخد ده في صوره ذهنيه، ويكبر معاها عمليه نفسيه تراكميه. فتبدا تمارس ده مع ما يتملكه في المستقبل. اول حد بيتملكه الزوج. يعني ظاهره العنف ضد المراه لا تنفصل عن ظاهره العنف داخل المدارس. هي. جميل. واخد بال حضرتك؟ ضيف على كده ان العنف داخل البيت اساسا، الاب والام بيطلع مع الطفل فيمارسه في المدرسه، بعد ما بيخلص دراسه بيمارسه مع زوجته. ليه؟ تمام. حتى كمان الام غير مثقفه، يعني الام ما عندهاش الوعي الكافي، ما طلعهاش من البيت، قالوا لها هتعمل ايه في البيت؟ تمام. يعني تعمل ايه مع الزوج؟ حتى لو هو عنيف او في كذا او في كذا،
ضيف على كده ان احنا لما بنيجي نجوز اولادنا لازم نتخير الزوج الصالح. يعني لما نيجي عايز اجوز بنتي فانا اتخير لها جوز زوج صالح على اساس ان الزوج الصالح ده هيراعي فيها ضعفها ويراعي فيها مشاكلها، لان المراه عندها مشاكل كتير، مشاكل نفسيه نتيجه عوامل فسيولوجيه داخل المراه في اوقات معينه بتاثر عليها. الزوج بعض الازواج او اغلب الازواج ما بتتحملش الفتره دي. فيبدا يمارس العنف معاها، ممكن صحيح. العنف باللفظ ممكن العنف بالايد. في ضيف على كده حاجه كمان، دي بتعمل برضو حته ان الزوج عايز يمارس حقوق الشرعيه في بعض الاوقات فبيمارسها بعنف او بيمارسها بحته من الضغط او الغباء. يعني احنا بنقول ان ابرز الاسباب يا دكتور هي التعليم. نعم. في فرق طبعا بين الزوج المتعلم واللي هو يعرف قيمه المراه ويعرف كيف نفسه يحترم المراه، وده نعم. وكمان العنف اللي هو داخل المدارس دي حضرتك اشرت ليها نقطه مهمه، الطفل لما بيتهان غرايزه وهو صغير مثلا في المدرسه تقيمه تتوب وتنتقم، وهي طبعا الغرائز الانسانيه لا تعقل ولا تفرق بين زوج وغريب او قريب وغريب، بالتالي بتنتقم من اقرب الناس ليها، واقرب الناس في هذه الحاله هم الزوج او حتى ممكن يكون اقرب اي حد قريب منه يعني. او لسه العنف يعني اي حد قريب منه يعني حته التفضيل دايما بتبقى البنت مدلله شويه. واخد بال حضرتك؟ يقول لك البنت حبيبه ابوها. فالاب يبدا يحابي للبنت شويه ضد الولد، ده عايز عنده غرائز ذكوريه عايز يطلعها. صحيح. عايز عمليه سيطره. لانه شايف ابوه بيسيطر على البيت ازاي. فيقرب حد ليه مين؟ اخته، يمارس العنف معاها. فالاخت برضو تطلع معقده وتبدا تتعامل مع الزوج بطريقه غلط. تمام. يبقى هنا نقطة الغرائز دي مهمة جدا، هي النقطة لينا ننظر إلى الذين يمارسون العنف المرأة على أنهم بقى مجرمين، هم ننظر ليهم على أنهم ضحايا، لأن هم في النهاية ضحايا لغرائزهم المهانة. أو ضحايا لأمراضهم النفسية القديمة يعني. اللي هم أصلا مش واعيين بيها. خلينا نقول برضو حاجة مهمة قوي، الرجل طفل كبير. الرجل طفل كبير. صحيح. يعني الرجل طفل كبير في حاجات كتير بترضيه. صحيح. لو الزوجه واعيه وعاقله وبتفهم. هي الزوجه لو تعرف ان الرجل طفل كبير هتعرف تتعامل معاه. بالظبط زي ما تتعامل مع ابنها. صحيح. يعني هو طبعا انا ما اقدرش انكر ان في رجاله عنيفه جدا. ولا يدخل عقلها ان تقعد معاه تكلمه وتقول له ده عيب وده حرام. مش قابل الوضع نهائي. لذلك في بعض النساء، لان انا عارف الموضوع ده وبشتغل فيه كويس. بعض النساء بتشتكي مر الشكوى من عنف الرجال. فعلا. وفعلا في ستات مظلومه جدا. والظاهره منتشره جدا يا دكتور، يعني في الارياف ظاهره ان الراجل يضرب مراته دي حاجه طبيعيه جدا في مصر، ان الراجل يضرب مراته في الارياف بقت حاجه منتشره، حاجه من ضمن الحياه يعني. هو في حاجه كمان، تقليل او تقليص دور المراه. واخد بال حضرتك؟ في الارياف زي ما حضرتك تفضلت، لدرجه ان هم بداوا يقولوا لها انت مالكيش في الميراث. انت تاكلي وتشربي وتتجوزي بس مالكيش دعوه بالميراث. مش من حقك. طب ده ليه اسبابه في ايه يا دكتور؟ ما هو يا فندم احنا قلنا التعليم، اكيد التعليم ده سبب رئيسي. التعليم والعادات والتقاليد القديمه الباليه. طيب في ناس، علشان برضو خلينا ناخد الموضوع بابعاده. نعم. في ناس يعني بتصطدم بالدين احيانا من غير فهم ووعي بالدين. نعم. فتلاقي مثلا احدى السيدات اللي هم مثلا يعني المناصرين لهذه القضيه بتقول ان الدين سبب رئيسي في ظاهرة العنف ضد المرأة، يعني تستدل على ده بالآية اللي هي واضربوهن. نعم. واضربوهن. في كمان والرجال قوامون على النساء. نعم. مع ان في نفس يعني الموضوع وفي نفس النقطة في آية بتقول وليس الرجل كالأنثى يعني. وخبراء اللغة العربية لما جم حللوا الآية دي قالوا ان معنى الآية دي ان الأنثى افضل من الرجل، يعني الدين بيفضل الأنثى على الرجل. نعم. فكيف يعني ازاي بنصطدم بالدين وبنقول ان هو سبب رئيسي ومن غير فهم ووعي بالدين كمان يعني. هو حضرتك فهم الدين بالطريقه دي هو خطا كبير جدا. الايات مش معناها كده. لا لا لا، الايات بتدلل على شيء تاني خالص. بتدلل على اهميه المراه في المجتمع، واخد بال حضرتك؟ قيمتها المجتمعيه وقيمتها الثقافيه، لانها هي المحور الاساسي في الاسره. صحيح. يعني الزوج بيخرج الصبح بيروح على عمله، اذا كانت الزوجه قاعده في البيت فشايله هم البيت كله وهي المحور الاساسي. صحيح. هي اللي بتربي الاولاد. صحيح. حتى لو الزوجه بتشتغل برضه هي محور البيت، يعني بتخلص شغلها وترجع البيت تعمل اذا كانت بتعمل اكل الجوزة، اذا كانت بتعمل بيتها، اذا كانت الحاجات دي كلها. صحيح. وبعدين يجي الزوج طبعا في شغله بس،
فبيجي الزوج يمارس حقوقه عليها. صحيح. طيب هي هتتحمل ايه ولا ايه؟ ما هو ده صعب عليها كتير. فعلا صحيح. فانا برضو رفقا رفقا بالقوارير زي ما الرسول عليه السلام قال. صحيح. ان انا اتعامل مع المرأة على انها كيان متكامل بيتعب وبيشقى وغصب عنه بتجيله ظروف نفسيته بتتعب في حاجات كتيرة جدا. يعني انا برضو بعيب على الازواج في حاجات مهمة. زوجتك تعبانة ممكن اساعدها في حاجات معينة، زوجتك مش قادرة تقوم تعمل حاجة معينة، انا مش يعني مش جايبة عبدة. دي برضو نقطة يعني خلل في الثقافة اللي هو بيعيش بقى. انا مش جايبة عبدة. سيد بقى اللي هو ايه. ما ينفعش. هي عبدة فعلا يعني بيعملها كأنها عبدة. اصل هو خرج من الاسرة اللي عاملة مشاكل. فعايز يطلع غلبه ويطلع يفش غليله زي ما بيقولوا. فهو واخد دي واخدها على انه خدع عبدة لانها بقت ملكه. واخد بال حضرتك؟ ملك يمينه يعني. فهو بيمارس ده بطريقة خطأ. هي مش ملك يمينه يعني، لا ده هي بالمعروف. صحيح. يعني ايه الانسان يعمل ده بالمعروف. وبعدين لو وصلت الامور الى حد ان احنا مفيش تفاهم بيننا وبعضينا نتيجة سوء اختيار من الاول، ربنا شرع طلاق. ولكن الاذية لا، يعني انا الضرب والاهانة يعني انا ما اذيهاش يعني. صحيح. يعني نمشي بالمعروف، يعني نفترق بالمعروف. صحيح. هو ده الحد اللي ربنا قال عليه. صحيح. فانا احاول بقدر الامكان ان انا اعمل ده فعلا. يعني هي في نفس الوقت اللي احنا بنقول فيه ان هو هو ضحيه مرضه النفسي او ضحيه غرائزه المهانه وضحيه جهله وعدم تعليم، وفي نفس الوقت هو بيعمل جريمه. يعني ضرب، انه يضرب مراته دي جريمه. والله هو موضوع الضرب موضوع خطير. وفي ناس طبعا حالات الطلاق اللي موجوده في المحاكم مش قادر اقول لحضرتك على عدد يخوف بسبب. صحيح. موضوع الاهانه والضرب. صحيح. على فكره في اهانه او ضرب نفسي. يعني من غير ايد. بالظبط كده. هو بيمارس طريقه خطيره جدا، استبداديه بالصمت. يعني ممكن يهملها. يهملها خالص، هي مش حاسه بكيانها كامراه. وده نوع من انواع العنف. تمام. العنف النفسي. تمام. في كمان سبب نفسي رئيسي يا دكتور في الموضوع دوت، وهو احترام الذات. يعني هو الرجل ده لو بيحترم نفسه، لو بيقدر قيمة نفسه، هيقدر قيمة اللي قدامه سواء رجل أو مرأة. يعني الحقيقة الموضوع ملوش قواعد. يعني ملوش قواعد. أنا شفت أو كانت قدامي قصة خطيرة جدا. زوج أستاذ في الجامعة. تمام. واخد في إحدى الجامعات، وزوجته أستاذة، ويمارس عليها العنف النفسي والبدني بطريقة بشعة جدا. يعني هي بعتت لي قالت لي أنا بيمارس عليا العنف من جميع أشكاله. دي كارثة تانية دي، لما يكون زوجة دكتور. دكتورة في الجامعة ودكتورة لغة أوروبية، وهو أستاذ في كلية الهندسة. ويمارس عليها العنف قدام الناس لدرجة إن هو ضربها مرة بالشلوت في صحن البيت، صحن العمارة. فده شيء خطير جدا. فشوف حضرتك بقى القدر بيلعب دور. فبتتكلم معانا بتقول إيه؟ زوجي بعد 35 سنة يصاب بشلل، وانا عايز اسيبه هو مشلول عشان انتقم منه. يعني شوف حضرتك هي وصلت ليه. ما هي ست كريمه وست محترمه، واهانات فظيعه جدا كان بيها. يعني يضربها بالاطباق مثلا فيها الاكل او حاجات زي دي. يعني حاجات خطيره، واستاذه في الجامعه. ده كان بتقول ده مش ممكن يكون هو كان عنده مثلا مرض نفسي بس سكت عليه مثلا. لا يا فندم، هو بيمارس ده لانه رجل تربى في الريف، وفي الريف الرجل هو كل شيء، والمراه ليس لها كيان وليس لها وجود. وده شيء خطير جدا. انا برضو بناشد الناس في الريف المصري، بقول لهم يا جماعه ارجوكم رفقا بالنساء. صحيح. رفقا. وبعدين النساء في الريف دلوقتي اتعلمت واتنورت وبقت عارفه كل شيء. فانا برضو مفيش مشكله ان انا المراه تسمع كلامي، ولكن بالمعروف. يبقى في تفاهم، مش فكره ان واحد امر والتاني مامور. لا يا فندم. هو برضو حضرتك احنا محتاجين نبدا نعمل توعية ثقافية للمرأة والرجل في المنتديات وفي المجتمعات وفي الأندية وفي الجمعيات الأهلية. تمام. ده موضوع مهم جدا. طيب بمناسبة التوعية. نعم. كانت إحدى السيدات اللي هم بيعملوا محاضرات في التوعية للعنف ضد المرأة في. نعم. كانت في محافظة كده وبتعمل محاضرة للتوعية يعني. فقامت إحدى السيدات اللي كانوا في المحاضرة وقالت لهم إحنا بنحب نتضرب. ده تفسره بايه حضرتك؟ هو للاسف الشديد ان في بعض النساء، وانا اسف طبعا ان انا بقول الكلمه دي. ويعني ده موجود في المجتمع، ان بعض النساء
على فكرة دي عملية نفسية برضو من الصغر. صحيح. حتة الضرب، التعود على الضرب، المرأة في بعض النساء بتعمل مشكلة مع زوجها وبعدين يصالحها. اه هي بتحب تتعاقب، او هي يعني بترى انها تستحق العقاب. العقاب البدني احيانا بيريحها. وده موضوع على فكرة، ده مش قاعدة، ده استثناء. ما نفرضوش على النساء. صحيح. ان هناك نساء فضليات محترمات جدا جدا جدا، المجتمع المصري مليان. صحيح. نساء فعلا محترمات جدا، ولكن على فكرة المرأة مخلوق ضعيف جدا وبسيط جدا. وتقدر يقدر الزوج بكلمتين حلوين يتكلم مع زوجته ويعمل، الا اذا كانت هي شاذة. يعني هي اساسا تربيتها غلط، تربيتها فيها مشكلة. او ممكن يا دكتور تكون هي عندها نظرة سلبية لنفسها وبترى انها تستحق العقاب، والنوع ده من السيدات حتى لو ما حدش عاقبه ممكن هي تعاقب نفسها. عدم الثقة بالنفس. انت عارف فعلا. المرأة لما تفقد الثقة في نفسها بتعمل مشكلة كبيرة جدا، ولكن المرأة اللي عندها ثقة في نفسها بتعمل حاجات محترمة جدا. صحيح. يعني حتى الزوج لو زعل بتقدر تصالحه ازاي، بتقدر تخليها هو يصالحها ازاي. في ستات ذكية جدا عارفة تتعامل مع الزوج ازاي، ولكن احنا عندنا شوية يعني في بعض الرجال طيب بيعملوا، انت عارف اللي بيعمل من الحبة قبة. يعني دي مشكلة كبيرة جدا. واحد قاعد بيتلكك في البيت على كل حاجة، داخل من بره بيتلكك على كل حاجة، يعني مش لاقي حاجة يعملها. هو شايف ان هو كده صح، يعني هو بيبقى عامل بيعمل كل التصرفات دي تصرفات كلها غلط، وشايف ان هو يعني صح. لا بس انا هو بيبررها لنفسه يعني. لا هو ده تبرير خاطئ طبعا. ولكن انا عايز برضو اهمس همسة عتاب للمرأة. اهتم بنفسك. ليه؟ زوجك في الشارع طول النهار او في العمل طول النهار. وفي مغريات كتيرة جدا جدا موجودة. فانا اعمل عملية تجديد. هتقولي انا بطلع من الشغل وبروح الاولاد والتعب والاكل والشرب والكلام ده كله. ولكن ايه المانع ان انا اخد دش زي ما بيقولوا، وبعدين ابدا يبقى على الاقل شكلي كويس. مش ضروري انا عامله مثلا حاجات كبيره. ولكن هو داخل لاقيني عامله اللي عليا. هو اكيد بيراعي، هو اكيد صحيح. بيراعي. صحيح. ولكن احنا برضو عندنا جزء كبير من الازواج بيهتم جدا بنفسه، بيهتم بمشاعره. بيهتم بحاجته هو. ما انا برضو هي ليها احتياجات. هي ليها احتياجات، احتياجات نفسية واحتياجات اجتماعية واحتياجات اقتصادية. اذا كان الحال على القد، واخد بال حضرتك، والاحتياجات النفسية الحاجة الاهتمام والحاجة للتشجيع، يعني اللي هو انه يهتموا ببعض، وكل واحد محتاج بيحتاج لغيره يهتم بيه. مفيش حد بيحب المشاكل. يعني تأكد من دي. صحيح. ولكن هناك في كل قاعدة شواذ. صحيح. كل قاعدة ليها شواذ في المرأة والرجل. ولكن احنا عايزين نقول للرجالة، بنقول لهم يا جماعة خدوا بالكم من نسائكم. وبعدين في حاجة كمان مهمة، انت عندك شبكة التواصل الاجتماعي. يعني انا زوجي موجود طول النهار في الشارع. وبيجي تعبان، انا بعمل ايه وانا قاعدة في البيت؟ بعد ما بخلص شغل البيت بقعد على الكمبيوتر او اللابتوب او كذا او كذا، وتقعد تبدأ تتعامل مع الناس برا. شبكة التواصل الاجتماعي عليها كل شيء. عايز تتفرج على عنف تتفرج، عايز تتفرج على حاجات إباحية تتفرج، عايز تتفرج على مسلسلات قوية تتفرج، كل شيء موجود. هو أصبحت بتقدم يعني قنوات للتواصل غير القنوات الطبيعية في أو التفاعل التواصل في المجتمع. بيقولوا كل حاجة وبيعملوا كل حاجة. وفي مفسدة أحيانا. فالست بتقعد تسمع والراجل بيقعد يسمع. هو كمان احنا يعني اصبحت ادمان يعني في وقتنا. هو فعلا بقى ادمان التواصل الاجتماعي. انت بتشوف ثلاثة اربعة قاعدين في البيت او في المواصلات حضرتك ممكن تشوف. هو مش قادر يركز في اي حاجة تانية الا اللابتوب او الايباد اللي في ايده. مش قادر يركز في اي حاجة تانية. صحيح. طيب انت لما تكون حياتك كلها دايما يا دكتور، يعني كان دايما بنقول احنا يعني الانترنت بيقرب البعيد وبيبعدنا عن القريبين. يعني احنا بيبعد عن مراته في البيت وبيقرب ويكلم ناس في قارات تانية. نعم يعني نعم. هي برضو حضرتك دي محتاجة ذكاء. شوية ذكاء بسيط جدا جدا من الزوجة. يعني ايه؟ ازاي احتوي الراجل العنيف ده؟ ده اذا كان في استعداد للاصلاح. ان في رجالة من الصعب جدا اصلاحها، من الصعب بجد. يعني انا قعدت مع شخصيات غريبة جدا. يقول لك
ان المراه ما ينفعش معاها الا ده. طيب ما انت بعد فتره هتفقد المراه دي، يا تفقدها مطلقه، يا تفقدها مريضه، يا تفقدها انت ضربتها ضربه راحت حصل لها عاهه. ممكن تفقدها. طب ما انت عندك اولاد، ما انت هتفقد الام وهتفقد الاسره كلها. طيب يقول لك انا هجوز واحده تانية. طب ما انت اللي هتتجوزها التانية دي مش هتقبلك بالاولاد اللي عندك دي كلها. طب تقبلك ازاي؟ طيب ما هتسال عنك هتلاقيك برضو عنيف. ما انت الناس مش بتضحك على بعضيها على طول. صحيح. جزء من ظاهره العنف ضد المراه هو موضوع التحرش يا دكتور. التحرش فين؟ بره ولا التحرش عموما؟ يعني التحرش في 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 الاماكن العامه، التحرش احنا يعني ظاهره التحرش منتشره في مصر بشكل غريب، وهي هي هي يعني تصنف عنف ضد المراه، عنف ممارس ضد المراه. هو موضوع التحرش طبعا له ابعاد كتيره. صحيح. ولكن ليس مبرر لاي بني ادم انه يتحرش بامراه. صحيح. مفيش تبرير. واحد يقول لي هي بتلبس لبس مش كويس، او لابسه لبس ضيق، او مش عارف ايه. انت مسؤول عن نفسك وعن تصرفاتك وعن بيتك فقط لا غير. انما المجتمع له ناسه. وبعدين هو كسر يعني ثقافه او قصور في 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 في, في الثقافه موضوع والدرايه. يا فندم. احنا عندنا قصور في موضوع التعليم. صحيح. علم. وحتى يعني العالم كله يا دكتور، يعني هي ظاهره حضرتك بتقول ان هي منتشره بره. نعم. اكتر من جوه يعني. نعم نعم. واحنا مشكلتنا ان برضو احنا اوقات دايما بنقع في فخ ان احنا نقارن أسوأ ما فينا بافضل ما في الغرب او بافضل ما في الاخرين يعني. وده يعني دي مقارنه بتبقى غير عادله. أكيد. هي ظاهره منتشره لها اسباب بتختلف من مجتمع لمجتمع. حضرتك قلت في المجتمعات الغربيه ان اسبابها الرئيسيه بتكون في الخمور وغياب عن الوعي والحاجات دي، وفي مجتمعاتنا هي غياب التعليم سبب رئيسي وغياب الثقافه. من ضمن الـ يعني الثقافه العالميه مبنيه على اساس ان المراه قيمتها مستمده من جسدها. نعم. وده طبعا اعتقاد سلبي وخاطئ، ولكن الواقع ان هذا العالم تاسس على هذا الاعتقاد. نعم. ان هو المراه هي جسدها، فحين تكون شكلها مثلا مش كويس فهي لا تكون، وقيمه الرجل مستمده من املاكه يعني او ما يحصل عليه او ما يمتلكه. نعم. فحين لا يملك فهو لا يكون. فده اعتقادات برضو خاطئه يعني. هو احنا حضرتك برضو احنا بعاد عن الدين شويه. يعني خلينا نتكلم بصراحه. صحيح. قرب من الدين. صحيح. واتمسك بحبل الله. تمسك بيه واقرا واسمع، هات القنوات اللي بتتكلم في الدين، هات المشايخ بتوعنا الكبار اللي بيتكلموا في الدين. صحيح. بيتكلموا في الدين الوسطي. بيتكلموا في الدين الوسطي. صحيح. فانا اخد من ده واتعلم، اتفرج على اشوف الشيخ شعراوي كان بيتكلم في ايه. اشوف الامام الغزالي كان بيتكلم في ايه. اثقف نفسي دائما يعني. يعني احنا بنقعد بنشغل القران كتير، بشوف ان الناس مشغله القران ما شاء الله. ولكن اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، تدبر الايات، اقرا سوره النساء وشوف شوف سوره النساء بتقول ايه، شوف تفضيل المراه في ايه. صحيح. هي عنصر اساسي في المجتمع. صحيح. واحنا بدون النساء على فكره نتعب جدا. صحيح. إن هي يعني الايه وليس الرجل كالانثى، معنى ان يعني الانثى افضل يعني. هو بس احنا عايزين نقول للمراه ايه، ثقي في نفسك، تعلمي، تثقفي، وعلمي اولادك صح، علميهم صح قوي. حتى لو انت مش متعلمه علمي اولادك صح، وبدي اعرفيهم الحلال من الحرام، الولد والبنت. ليه؟ ان هي الخليه الاولى للمجتمع. الاسره دي بتكوينها هو اللي هياثر على مجريات الاحداث في المجتمع كله. صحيح. بعدين بالظبط احنا لازم نهتم بها. هو يعني الاسره هي عنصر بناء المجتمع ككل. الخليه الاولى. هي الخليه الاولى. اي تغيير يحصل في نطاق الاسره هينعكس على المجتمع. بالظبط كده. وده حصل يعني في الثورات الفرنسيه، لما بنيجي ندرس الثورات. نعم. بنلاقي ان التغيير حصل من تحت لفوق يعني، او من الفرد للاسره للمجتمع ككل في النهايه. اجي من القاعده الاول. بالظبط. عشان اوصل للقمه والقمه تكون نظيفه اجي من القاعده. صحيح. اللي هي الاسره. ابدا انظم الاسره من الاول. وبعدين احنا برضو الدور الجامعات الاهليه في مصر والمجتمعات، وزاره التضامن الاجتماعي، وزاره الشباب والرياضه في التوعيه، وزاره الثقافه. ابدا انظم ده، يبقى في تعاون بين الوزارات دي لاحتواء الشباب واحتواء البنات. في طاقات هائله موجوده في الشباب والبنات مش عارف يوديها فين. صحيح. يطلع يتحرص بالبنات. البنت تشرب يعني. برضو في ظاهره خطيره جدا، البنات بتقعد على القهوه دلوقتي بتشرب سجاير وبتشرب شيشه. ودي ظاهره خطيره. فايه اللي وصلها لكده؟ هي هربانه من البيت، والبيت ما يعرفش عنها الكلام ده. اذا في حاجه في البيت غلط. يعني في عدم رقابه.
الرقابه حضرتك مش معناها ان انا كل شويه اضرب في البنت واضرب في الولد واعمل كذا واسوي كذا. لا يا فندم، انا اقعد افهمه. اصبحت مستحيله فكره التحكم او السيطره الكامله دي يا دكتور في عصر العولمه، اصبحت مستحيله. ما حدش يقدر يسيطر على اولاده سيطره كامله دلوقتي. استحاله. صحيح، استحاله. ما انا احنا اتكلمنا في حته ايه؟ المعروف، كل شيء بالمعروف يتم. يعني انا على فكره الاولاد في البيت اللي هم الاولاد الاشقيه واللي هيطلعوا بلطجيه ممكن اسيطر عليهم ازاي؟ احمله مسؤوليه. يعني تعالى كده في يوم حضرتك واقول له ادي مصروف البيت لمده يومين، مشينا اليومين دول خلاص. صحيح. انت الرب البيت دلوقتي. صحيح. وهو عنده 12 15 سنه. فانت بتحمله مسؤوليه، فشوف هيتصرف ازاي. على فكره هيكبر. ده جميل جدا. هيكبر جواه فعلا. يكبر جواه. وبعدين يقول لك ايه؟ طب ما ماما تضحك عليا ولا بابا يضحك عليا. طب ما ماما كانت بتعمل ايه الصبح؟ بتجيب لنا سندوتشات وبتجيب لنا كذا وبتعمل كذا. طب ما دي حاجه جميله. طب حضرتك لو حبيت يعني في بالنسبه للظاهره المنتشره قوي دي، نعم، ولو حبيت تهمس في اذن الرجال، نعم، تقول لهم ايه؟ اقول له رحمه بالنساء. رحمه طبعا. بالنساء، رحمه بالنساء. لان في نساء مظلومه جدا جدا جدا. انا عندي حالات بالمئات. يعني ظلم بين، ظلم بين، ويجب ان ينظر يعني الى ايجابياتها اكثر من سلبياتها. يعني هي فيها ايجابيات كتير. بس استنباطها ازاي بالظبط؟ يعني يعني انا فعلا هي خارجه من البيت من الاسره عندها مشكله. تمام. من البيت ده مشكله. والاب والام ما قدروش ان هم يوعوها التوعيه الكامله. انت بقى استنبط انت الحاجات دي لصالحك اذا كان عندها استعداد. صحيح. احنا بنقول الفيصل في كل المواضيع ليس العنف، ولكن ربنا ادالك رخصه تانية. قال لك اجرهن في المضاجع. اما تيجي تضرب بقى، انت بتضرب ازاي؟ النبي كان بيضرب ازاي؟ بحاجه خفيفه جدا زي الحرير. ده عنف؟ ده مش عنف. ولكن هو برضو النساء كانت بتحس ان هي في خطا. ليه؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن ده مثال او رمز بيقول للناس ما تضربوش العنف البين، العنف الخطير اللي يعمل عاهات واللي يعمل مشاكل. يعني بيجي واحد يضرب مراته مثلا بالبوكس. طب حضرتك لما الزوجه تضرب بالبوكس في عينيها او حتى بالقلم، يعني حتى ده الوجه ده هو الوجه هو عنوان عنوان احترام الشخص لنفسه. يا فندم ما ينفعش. يعني احنا في المجتمع بتاعنا المفروض احنا نكون غير المجتمعات الغربيه، نتحلى بالايمان، نتحلى بالصبر، نتحلى بالفضيله. نبدا نستنبط من الزوجه زي ما قلت لحضرتك الحاجات الحلوه. خش لها بورده، خش لها بهديه بسيطه، مش شرط ان انت تجيب حاجه كبيره. شجعها حتى بكلمه كويسه. اذا كانت ما عندهاش استعداد للتغيير، هات اهلها. ايه الحكايه؟ والله انا عمال اعمل كذا 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 ومفيش نتائج. يقوموا يقعدوا يقوموها، يقولوا لها كلمتين كويسين. حد من اصدقائهم ناس كويسه بتعرف ربنا، لان في اصدقاء السوء بينقلوا مشاكلهم عند البيت الثاني اللي فيه مشكله. تمام. يعني واحده تخش تقعد معاها تقول لها والله ده انا بعمل في جوزي وبسوي فيه، وهي كل يوم بتتضرب. صحيح. فتطلع فيها يا عيني الموضوع. دي تقول لك انا ممارس ده عشان اجيب حقي. طيب كمان احنا يعني لو حبيت تهمس في اذن النساء. انا ليه اعتب على النساء في موضوع مهم جدا. اللي هي النساء اللي دخلت في مشاكل طلاق بينها وبين الزوج. موضوع الرؤيه، رؤيه الاطفال. تمام. يعني المراه بتتفنن احيانا او في اغلب الاحيان في انها تحرم الزوج من الاولاد، من انه يشوفهم. انا شفت ازواج بتبكي. من ضمن الحاجات الخطيره ان الزوج عشان امعانا في كيد الرجل تاخد الابن وتسافر بيه، تسافر بيه بره. تمام. فما يعرفش يشوفه لمده سنتين ثلاثه مثلا. تمام. واخد بال حضرتك؟ ولكن انا بقول للمراه الزوج طفل كبير محتاج رعايه، محتاج عنايه. في حاجات كتيره جدا الازواج الزوجات بتعملها، وانا اعرف زوجات محترمات جدا جدا بتعمل كل اللي عليها. اذا كان الزوج متربي ومتعلم ومتثقف وعنده دين هيستجيب جدا جدا للحاجات اللي بتعملها المرأة. تمام. اذا يعني القرب من الدين. نعم. اولا ده اساسي. التعليم والاهتمام بالتعليم والتثقيف. نعم. تثقيف نفسي وتثقيف. نعم. اسرتي. نعم. والتودد. والتودد والتواصل. نعم. مع التواصل الحقيقي مع الاقرباء هو افضل علاج
للعنف ضد المرأة او نعم. للظاهرة دي. نعم. احنا يعني بنشكر حضرتك جدا يا أنا دكتور، اللي بشكرك. شكرا جزيلا، أنا بشكرك. وبنشكركم على حسن المشاهدة، والى اللقاء في حلقة جديدة من نفسي نفسي.